مرحبا، نسال الكل في قناتكم الرياضيه التونسيه، تصفيات مونديال 2022، برنامج النقل التلفزي لمباراه المنتخب التونسي وزامبيا. يخوض المنتخب الوطني التونسي مباراه مصيريه امام زامبيا في اطار الجوله الخامسه من التصفيات الافريقيه لكاس العالم قطر 2022، ويلزم على المنتخب التونسي الفوز للترشح إلى الدور الثالث والأخير من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم قطر 2022، ويحتل المنتخب التونسي صدارة مجموعته بالتساوي مع غينيا الاستوائية برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد وهزيمة واحدة. هذا وتدور المقابلة بالملعب الأولمبي حمد العقربي بيارادس على الساعة 8، وباش تعدى المباراة هذه على القناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على موقع اليوتيوب. رسميا المباراة هذه ماهيش باش تعديها حتى قناة إلا القناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا على موقع اليوتيوب.